السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة شيوات أم عمران. اليوم غنوجد معكم دجاج على الطريقة ديالتي، دجاج محمر ومعمر. وهادو هما المقادير. عندي جوج دجاجات، بصلة، ستة ديال البصلات مشلضين. عندي فيرميسيل، لما بغيتوش فيرميسيل كان مرة كندير فيرميسيل مرة كندير الرز. عندي كفتة، ربيع قزبور معدنوس، كنكتر المعدنوس على القزبور. وعندي شوية ديال الزبدة، معلقة، معلقة ديال الهريسة، شويه ديال الحامض المصير، شويه الحامض المعصر. عندي معلقه ديال الهريسه، عندي كنوره ديال الدجاج، ضويمه ديال الزعفران، عندي معلقه ديال السكنجبير، معلقه ديال الخرقوم، راس معلقه ديال الملحه، حده الضويمه مالحين والحامض مالح. عندي شويه ديال السيفيسه، شويه ديال البزار، شويه ديال السمن، السمن غنخليه حتى الاخر، ومعلقه ديال القرفه، ومعلقه ديال الهريسه، ونص زلافه ديال زيت العود، نص زلافه ديال زيت ليسيون. نمشيو على بركه الله، نشرموه وانا معكم. هانتوما البنات، غنبدا معاكم كيفاش نشرمل الدجاج. شويه ديال الهريسه غنشرمل، بعدا عاد ندير الضغميره ديال الفيرميسيل. الفيرميسيل حتى هي خصها شويه ديال الضغميره. صافي، شويه ديال الزعفران، وغنخلي شويه باش نديرو في هذا. غادي غنغمر به الدجاج البنات. شويه سكنجبير، شويه الخرقوم، شويه ديال القرفه، شويه ديال البزار. غنخلي داكشي تنديرو ثاني في شوية العصير الحامض، معلقة ديال الربيع، شوية ديال الهريسة، شوية ديال البصلة، شوية ديال البصلة. صافي، نشرمل الدجاج مزيان، نوريكم بعدا الدجاجة بعدا كيفاش كتشرمل. نتمنى يعجبكم البنات، وراه زوين ولذيذ. هانتوما الدجاج راه نقي، مقاد، مصاب، نقي. أنا مرة كندير ليه الدغميرة، مرة كنديرو في الفران. تا ديال الفران إن شاء الله نوريكم كيفاش ديرو ليه. حاولوا تدخلو الدغميرة هنا، هنا شي، هنا الصدر. هانتوما شتو البنات، هانتوما كبو مزيان باش تحاول تدخل ليه الطغميره. صافي، نحطو في الطنجره ديما نسميتو. صافي، ليه الطغميره ديال البنات. غادي نشحر شويه ديال الكفته، معلقه ديال زيت العود، غنشحر شويه الكفته باش نعمر بها، نديرها مع الفيرميسي مع شويه الملحه حتى هي، وشويه ديال البزار. هانتوما شويه الملحه وشويه البزار، غير باش باش طيح شويه. هانتوما البنات، غنديروا شويه ديال الفيرميسي، غندير ليه نفس الضغميره اللي درت لسميتو للدجاج باش شرملتو. هانتوما شويه ديال الربيع، شويه ديال الهريسه. ما طيش هاد الحوك يا ربي، سمحوا ليا، سمحوا ليا. هانتوما شويه ديال العصير ديال الحامض، هانتوما شويه ديال الهريسه. هادشي كيكون في الحشو، داكشي اللي غندير في سميتو. شويه سكنجبير، شويه الخرقوم، شويه القرفه، شويه البزار، شويه ديال الملحه، شويه شويه. نحركو مزيان، عاد ندير معاه شويه ديال الزبده باش الزبده. علاش؟ شنو الدور ديال الزبده؟ هو كترطب الفيرميسي، كتجي رطبه. هيا نديرو الكفته دابا. كتجي بنينه الحشوه، ما تقدروش تستغناو عليها، غتعجبكم. جربوها بالصحه والراحه، غير الريحه اللي طالعه منها راه زوين ان
ان شاء الله دابا نعمر الدجاج وانا معكم. كيفاش كتجي البنات؟ كتجي مع ديك الزبده وداكشي كتجي رطبه وزوينه. هانتوما البنات غنديرو زيت الروميه، غنديرو زيت العود بحال بحال. نديرو البصلة، بصلة مشلضة منيلة، غندير لها الدغميرة ديالها. دابا كلشي داكشي اللي وريتكم هو غنحطوه هنا. دابا داكشي اللي شاط غنحطوه هنايا، إلا السمن، إلا السمن غنخليه حتى لاخر. سيبيسا شوما نوره ديال الدجاج صافي. كلشي هذيك العطريه اللي وريتكم معلقه 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 هي درتها هنايا باش طيب مع الدجاج. نتي الحركه ثم نحطو الدجاج حتى يدير على السدر بعدا شويه عاد نبدا نقلب فيه. شويه نرجع معكم ان شاء الله. ثم البنات ها شوفوا البصله طلقات الماء، ديك البصله اللي درت هي طلقات الماء، وراه نسيت ما درتش الثومه، هي درت هذا باش تشوفوها باش ديروه. ربعة الفصوص ديال الثومه صافي. وانا نقلبو دابا الدجاج باش نتقبوه باش نسميتو نطيبوه مزيان. هاهو نتقبوه هكا باش تدخل ليه الدغميرة. انا غندير ليه دابا سميتو مقشوش ديال الدجاج باش يطيبو معاه. ها هو هاي طيب، عاد نوريكم الزين ديالو بالزيتون والحامض. ها انتم البنات الشكل النهائي ديال الدجاج مضغمر. نتمنى يعجبكم الصحه والهنا يا ربي. رمضان مبارك سعيد.